حدش عنده ضحكة سلف أدار دموعي جواها، حدش عنده فرحة سلف أنا مش عارفني، أنا التوت مني أنا مش أنا، أنا مش عارفني أنا توت مني أنا مش أنا، أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف، ماشي؟ مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها أمي؟ صوت في البيت. صوت ايه؟ مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس. الحريم يدخلوا الاول. خال زوز زومات يخليكم ضهر. يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكوره يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا نتكلم ورا. في ايه؟ طورت مني البحر؟ تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش انا هسيب السلاح اهو عشان تطمن حد. يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي، ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. زمن الوحوش في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب، زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب. ياما
في الزمن ده اتغيرت نفوس. القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير، القرش يعلي صاحبه يتلم عليه. لا 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 لا. الو، بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومه شغاله كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانه ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش، في ناس ما يرحموش، زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكره الساعه 6 عشان يعزم. امرني، انا هنا عشان تامرني. رمانه جاهزه؟ جاهزه ومستنياك حبايه حبايه. برافو يا مالدي، هات البلط وحصلني. امرك. احنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، شويش مطي. ده مهما كان اتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الليل. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟